إلى سامي خضيرة صاحب الهدف الثاني، خضيرة ينقلها ولكنها تمر بسلام، تمر من بالقرب من كريستيانو رونالدو إلى ضربة مرمى لمصلحة ريال سوسيداد. يعني ريال مدريد تعادل في سانتياغو برنابيو لكن لم يخسر. يعني 2011 كانت آخر خسارة في الليغا في الكلاسيكو 3-1 من البرشا. كريستيانو رونالدو وين الخذيفة، يحمل الأرضية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. مرة أخرى يحاول كريستيانو رونالدو، ما مش الحال في الشوط الأول وكذلك في الشوط الثاني.